نحن وياكم دائما متابعين لقاءاتنا المباشره على الهواء. بتتخيلوا انه الهواء يكون له لون من هيك؟ يعني جمالت الهواء اللي بنطلع فيه اكيد هو ملون، لان الساعه 2 للساعه 11 ونص فقرات عديده ملونه من خلال مواضيع وضيوف بيطلوا علينا يوميا من دون انقطاع. ضيفتنا التالية فنانه تشكيليه رسامه كارولين صليبه، موجوده معنا لتخبرنا عن معرضها اللي ابتدى من فتره ومستمر لشهر بمنتصف اذار بيحمل عنوان لا كولور دو فان. لنعرف اكثر عن هيدا العنوان تحديدا وعن هالمعرض واللوحات اللي بيتضمنها، بيسعدنا نكون معها بلقاء مباشر. اهلا وسهلا فيك بيوم جديد. اهلا وسهلا فيك. اول سؤال كارولين صليبه، ليه لونت الهواء؟ لانه الهواء بتغير مستمر. يعني بكل لحظه بتحس بالهواء بغير اتجاه، باتجاهات معينه. مشان هيك بضل يعني متواصل، في تغيرات وفي ومشكل بنفس الوقت. نعم، قد ايه هذه التغيرات بتنعكس على اللوحات؟ يعني قد ايه لما بنشوف هلا رح نستعرض مع المشاهدين لوحات ورسومات كارولين صليبه، بنشوف انه هيدي اللوحه ما بتشبه الثانيه، بس يمكن في لاين معين بيكون هو القاسم المشترك بين كل اعمالك الفنيه أكيد. اللي عم تقدميها. اكيد اكيد بده يكون في قاسم مشترك، لانه شخص واحد يلي عم بيشتغل. بس بجرب قد ما فيي انا نوع بالشيء. يعني هيدا هون مثل الحلم. نعم، يعني حالك انك عايش بحلم. هيدا اعصار، مش بس هو اعصار ومزيج من الالوان. بنحلم فيه، بنحلم انه نحس بهذا الاحساس الحلو. نعم. وهيدي بتبقى لحظات. نعم. بتبقى انت بينك وبين حالك بلحظات معينه بتحس بهذا الشعور. في ناس بينتبهوا لهيدا الشيء، في ناس يعني بيبقوا قدامه مرور كرام. ابدا. ايه نعم، عم نشوف يعني هالالوان. اذا بدنا نحكي شوي كارولين صليبه عن لوحاتك، يعني اي طابع، من اي مدرسه اتيتي حضرتك؟ بصراحه انا مدرستي يعني منوعه من الحياه. بس اخر فتره تاثرت كثير باستاذ وجيه نحله. نعم، فعلا انا بعتبره عبقري بالفن. انا بشوفه هيك. يمكن هلا العالم بحس انه لازم يكون يعطوه استحقاقه اكثر من هيك، بس هو السابق عصرنا. نعم. يعني بحسه 50 سنه لقدام، يمكن بعد 50 سنه بيفهموه اكثر لوجيه، لانه فعلا انسان مبدع. نعم. الزائر او اي يعني هيك متفرج اللي بيوقف امام لوحاتك، شو بتتركي له مجال يقول؟ يعني بيندهش بهيك تمازج الالوان وصياغه هيدي اللوحه، ولا بيروح فيها لبعيد؟ لوين بتاخذيه بلوحتك كارولين صليبه؟ انا كثير بهمني انه روح لبعيد، لانه انا بس ارسم بحب اتعمق بالاشياء، ما بحب شوف الصفحه الخارجيه. يعني على طول بجرب اني فوت بالاشياء. يعني اذا هيدي اللوحه بستوقف عندها، عم تقولي انت ما بتهمك الاشياء الخارجيه، بس انا هذا المنظر الخارجي وقلت بتروح لاعماق اللوحه، انا اخذتني على اعماق البحار. مزبوط. كانه سفنج، كانه صخور مفتته بفعل مياه المالحه والمد والجزر وغيرها من الامور. ما بعرف اذا غمقت كثير ولا انت قاصده هالقد. لا مزبوط، لانه بالنهايه كل انسان فينا عنده هالاعصار الموجود فيه، وقديه بيتعمق وبيشوفه. هيدا بيرجع لكل شخص قديه بيقدر يشوف هالاشياء. نعم. هيدي. نعم. انا فعلا ايه بكل شغله بحسها موجوده بالطبيعه بتبقى موجوده فينا نحن كمان نفس الوقت. نعم. عم شوف صورك مع اشخاص، مين هن بمعرضك كارولين صليبه؟ لا استاذ، هيدا مسيو سمير صليبه. نعم. هو مايك سبور، صاحب مايك سبور وصديقه موجودين. نعم. هون كمان زميلاتي بالمعرض، استاذ وجيه نحله عم بيتوسطكم. مزبوط، كان بالافتتاح. شو كان تعليقه طالما هالقد متاثر فيه قلت بالفتره الاخيره؟ فعلا قد ايه حس انه فيك شيء منه او من ستايله الخاص او من نمطه؟ فعلا هو كثير بيشجعني وشايف في مستقبل، وهذا انا شيء شهادته يعني. نعم. بالنسبة لإلي كثير مهمة. نعم. لأنه بيشوفه هو، فعلا مش كل إنسان بيقدر يشوفه. نعم. يعني نعم. قد ايه كارولين عدد اللوحات المعروضة، وقد ايه استغرق تحضيرهم، ولما بتكون في يعني خليني أقول منافسة، لأن قلتي إنه زميلاتك اللي شفناهم بالصورة معي كمان عندهم لوحاتهم، قد ايه بتحسي بعبء المسؤولية أكثر؟ بصراحة كل إنسان عنده طاقة معينة وهو ما بعرف قديه بيقدر يعطي.
يعني انا بعمل اللي علي، انا ما بتاثر بحدا تاني بشكل انه منافس ولا شيء، بالعكس بحب كثير الفنانين يكونوا موجودين وما بحب كون وحده. نعم، عم شوف هون الانفيتيشن للمعرض لا كولور دو فان من 17 شباط بقي ل 15 اذار 2014 يوميا عم بيكون المعرض بجاليري اكزود اشرفيه. نعم يوميا. نعم يوميا. يوميا من اي ساعه لاي ساعه؟ بصراحه انا بيفتحوا قبل الظهر. نعم. لبعد الظهر الساعه 7 شيء. نعم. فاذا هيدا هو المعرض لكل الاشخاص المتذوقين لهالفن من الرسم، فيكم تتوجهوا لجاليري اكزود حتى تتعرفوا اكثر على فن كارولين صليبة، وبالتالي بتاخذوا فكره كمان عن لوحات زميلاتك الفنانات. كارولين، هدوئك اللي لمسته عندك بهالنص ساعه اللي كنت متواجده فيه قبل ما دخلنا على الاستوديو، هيدا الهدوء شفته انا عم بيتحول صرخه وصخب بلوحاتك من خلال الالوان، في تناقض بالشخصيه ولا هدوئك هو بيفجر هيدا العمل وهيدا الالوان؟ ضروري يكون في هدوء تقدر تشوف الاشياء، اذا ما كان في عندك بينك وبين حالك مرتاح مع العالم الخارجي ما فيك تفوت لاعماقك وتقدر تعطي هالاشياء يعني اللي انا بتعمق فيها وبشوفها. ولما يعني بتكوني بحالة صخب وعجقة وضجة كيف بتترجمي أعمالك ولا ما بترسمي بهالحالة؟ بفضل ما أرسم. عن جد؟ لأنه بيطلع، لأنه أنا انعكاس الحياة يعني أنا بعتبر حالي بس يكون الأشياء كتير بتأثر فيها لو شو ما كانت صغيرة ولا كبيرة حواليا. هي يلي هي اللي بتعكس لا وعي عندي. نعم. وبشتغل يعني ما بعرف يعني اوقات ايه بتطلع اشياء كثير. نعم. مش ماني راضي عنها، بقول منيح يلي طلعت. نعم. يعني وخلص انه ما بقعد فكر كثير. كارولين صديقة، سؤال اخير لك، يعني شفنا بصور مقتطفات من لوحات لا كولور دو فان، شفنا كل الالوان الا الالوان الترابيه، علما انه الهواء بيحمل معه الرمل والتراب وبيحمل معه ورق الشجر، بيحمل معه الغبره. ليه؟ ما بعرف، لانه عطول انا فيلسوف شوي هيدا السؤال. لا بالعكس، لانه انا ما بحب كون كثير عطول، بحس حالي اني شوي اعلى من ما بحب كثير كون على الارض. يعني حتى بحياتي مش كثير، يعني مثلا اعتراف خطير هيدا، كثير اشياء بحياتي بجرب انه ما اسمعها، بزيح عنها، بجرب تكون حياتي يعني تتعالي على كل الامور اللي ممكن. مزبوط. حتى باعمالك بحب انغمس بالاشياء اللي حوالي قد ما بحس في اشياء بشعه ما بحب شوفها حتى. نعم. لانه مش هذا المطلوب للاسف يعني بحياتنا، كثير عم ننعجق باشياء وبنفوت باشياء. يعني انا بفضل انه الانسان تيضل شوي مرتاح ويشوف الاشياء بطريقه حلوه ويشوف الحياه على حقيقتها، بده يطلع شوي يعني. وانا هيدي الحاله يلي بحب ضلني على طول تقريبا اكون فيها. حلو كثير، بتمنى دائما اضلك طالعه، بس ما ننسى ارض الواقع كارولين. هلا الواقع لأن صحيح، لان اوقات يعني موجود. بتكون الوقعه قويه يعني وبتوجع. يعني بجرب قد ما في انا اتحاشى الاشياء السلبيه واتجه على الاشياء الايجابيه يلي هي بتريح الانسان اكثر. على كل حال يعني الصور اللي شفناها انا شخصيا هيك رفعتني شوي، لان الالوان الصارخه يمكن هيدي الالوان اللي بتجذبني وبحبها. ان شاء الله كل الاشخاص يكون عندهم فرصه بانهم يزوروكي بجاليري اكزوت حتى يتابعوك. على كل حال بعد في وقت كثير ل 15 اذار، انما يلحقوا حالهم لنقدر نستفيد وانت كمان تستفيد ويوصل فنك ولوحاتك لأكبر عدد ممكن من الناس بلبنان، وإن شاء الله لمعارض خارج لبنان. ميرسي. عندي كلمة أخيرة بتحبي تقوليها كارولين صليبة؟ لا أنا بشكر كثير، بشكركم أول شيء لاستضافتي وبشترك سوري كثير بتشكري. اوكي. جاليري اكزود، لأنه فعلا أشخاص أنا تعرفت عليهم وحبيتهم كثير، وبتمنى انه ضلني انه اشتغل معهم فعلا. وانا كمان بدي اتشكرك حتى ما تعديني قلت على بالي هالجيطة، بدي اتشكرك. اهلا وسهلا فيك وبقول لك جود لك كارولين صليبة. مشاهدينا فاصل اعلان، من بعدها منتابع القسم الاخير من يوم جديد. ميراي وانا بنرجع لكم مع ضيوفنا ومواضيع جديده، خليكم معنا.